واخا شحال ديال البنات نتوما تما؟ شحال ديال البنات؟ شحال ديال البنات نتوما تما؟ حنا الناس اللي عائلة اللي مشدودين لنا البنات في السعودية، بغيناهم يجيو في هاد العيد وفي هاد العواشر، وكنطلبوا من الملك ديالنا والملك ديال السعودية يوقفوا معانا، والسفير يشوف من حالنا ومن حال هاد الأمهات. كاينين البنات اللي عندهم بنياتهم هنا ووليداتهم كيسولوا على والديهم، تيقول لك بغينا نهضروا معاهم، حيت هما فين كيهضروا معاهم في التليفون ونقاطع عليهم. هما كيعاملوهم تما مزيان، ما خاصهم حتى شي خير، هما كيطالبوا باش يرجعوا لبلادهم. حنا مراض ما كننعسوش، ما كناكلوش، ما كنشربوش، ما بالنا ما عي مع بناتنا، بغيناهم جات مع العيد والعواشر، وبغينا وليداتنا حتى هما فرحانين باش يجيو يعيدوا معانا. الله يرحم الوالدين سيدنا. حنا كنناشدوك على بنياتنا، وكنناشدو الملك ديال السعوديه الله يسهل عليه والله يحفظه والله يخلي ليه وليدات والله يحفظك لينا سيدنا. حنا من دوك الناس اللي تقبضوا اليوم بناتهم في السعوديه، وجينا تنطلبوا من الله ومنكم الا ما تصفروهم لينا، باش ما يا بالحكم يا بلا حكم صفروهم لينا. بناتي ثلاثه مشات الاولى الصغيره هي ورجلها، عيطت على خواتاتها مشاو على حسب العمر في رمضان شعبان هي مشات، عيطت على خواتاتها كانوا غاديين ومشاو نيت العمره، مشا داروا عمره، جاوا العمره بحال اليوم لا غد ليه دخلوا عليهم تحريات صافي. هي مريضه بصغيره بالسرطان، خصها يراقبها الطبيب كل شهر، راه درنا الشواهد ديال الطبيه ديال الطبيب ديال كل شيء، صيفطناهم ليهم. كنعيشوا معيشه قلت لك حاره بنيتي مكرفصه، الا كان شي حكم بيتو هنا في المغرب ما تابت والو، ما كاين والو. قلت لك جاوا من العمره بحال اليوم ولا غد ليه تقبضوا. تنطلب منهم يصفروهم باش ما يا بالحبس يا بالتصفير، اما يصيفطوهم هنا ويتحكموا، اما يصيفطوهم في حالاتهم. كي داروا القضيه قالت لي اما انا عاود خارجه، عاود خارجه انا جوج بنات برا في الشارع غاده، ضربوا بيا البوليس كانوا يشدوني، ما عرفتش علاش تجديت. تا صونات عليا، صونات عليا من السجن قالت لي اما راني مشدوده كتبكي كتغوت، وما عرفتش انت صونات عليا، ما كنتش عارفه شنو كاين، وخلات لي بنت راضع وخلات لي العائله عنده 8 سنين وخدامه تما وكتعيش تما فهمتي، ويا هذيك خلات لي بنيتها راضع وخلات لي ولدها، قالت لي ماما معاك اما راه نمشي نخدم على وليداتي، ومشات هي هذيك تقتلت للشارع وشدوها، قالت لي اما انا شدوني كتغوت وتبكي في السجن شدوها في السجن، ما قالت ليش اختي، ما قالت لي لا باش شدوني، ما قالت لي حتى حاجه، ما قالت لي والو، لا كترد التليفون في السجن معايا قاعده تبكي، لا كتبكي ما كتقول لي حتى حاجه، لا كتبكي اختي كتقول لي والو، البكا البكا البكا، كنعيش 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 في الحزن، كنضل نبكي وقاعد نبكي على بنتي ووليداتها، كنعيش في الحزن على بنتي ووليداتها، وعافيه وليداتها، بنتها قصيره رضيع، وولدي كيبكي عليها وكل شيء كيبكي عليها، وانا ما مريضه، راه مصياتي كما مريضه وقعدت نتمشى، رجليا مريضه نمشي كنمشي نبلعو كاس، ومريضه. كنت بزاف انت اللي كنتي باق معايا وباق مع وليداتها، شي اللي كاين ما طايقه بنتي طايقه فيا. انا السفاره السعوديه الخارجيه صبروا لي بنتي، اي صبروا بنتي، رحلوها يصبروا لي صبرتي اللي كنطلب، ومحمد السادس وقف معايا طول العمر ربي يخليه طول العمر ديالو. انا العائله وحده من البنات في السعوديه، واحد النهار حنا جالسين كنصوني على البنت والو ما تتجاوبش، صيفط لها ميساج ما كتجاوبش شي ربع ايام، وانا نقولها للوالده ديالها قلت لها شوفي راه بنتك راه شي ربع ايام ما جاوبت ما هضرات، شي حاجه عندها اللي كيقولوا لنا اختطفوها، اللي كيقولوا لنا داوها، ها اللي كيقولوا لنا فين مشات هي هذيك، وهي تعيط لينا، دوزت سيمانه عيطت لينا، عيطات لينا قالت لي شوفي ما تخافيش عليا راني مشدوني مع البنات، راه لقاونا في الدار هزونا داونا صافي. هي هذيك بقات بحال هكا كتهضر معانا كتهضر معانا، دابا مع ما داروا معاهم حتى شي حل، ما داروا معاها حتى شي حاجه، ما داروا معاهم خلاهم هكا، باقا ما عارفين والو مساكن، ما عارفين حتى شي حاجه، كيداوهم باقا ما طلعوا لا محكمه لا حتى شي حاجه. كنتمنى من جلالة الملك يوقف معانا ويقف مع هاد البنيات مساكن، راه مازال صغار يهبطوا مساكن يهبطوا مساكن، يدوزوا العيد مع والديهم راه مأزمين ومراضين
وحالتهم حالة راه ما كيقدوش يدويو، والله ما كيقدو يدويو، وضعية ديالهم أزمة ومراضين من جهة بناتهم، ما كيقدو لا يدويو ولا غادين ويبكيو، غادين ويبكيو، غادين ويبكيو، مساكن راهم أزمين. كنطلب من جلالة الملك يوقف معاهم، ومن الملك سلمان إن شاء الله يشوف من حالهم مساكن، يدير لهم تا هما يهبطوا بحالهم للمغرب. الله يرحم الوالدين.